السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص، لقاء خاص بخصوصية ما يحدث في عدن وبحجم وخطورة هذا الموضوع. هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن خطورة فيروس كورونا الذي شل حركة العالم، واليوم بلادنا تنال حصة من هذا الفيروس. سنتحدث عن خطورة هذا الموضوع، وعدن أعلنت مدينة منكوبة في قبل شهر أو قبل وقت قصير لتواجه مصيرها وحدها بين قلق وموت ومرض وخوف. حول هذا الموضوع لنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع مع الأستاذ محمد نصر شادلي، وكيل أول محافظة عدن، وأيضا رئيس لجنة طوارئ ومكافحة الكوارث. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا مرحبا أستاذ محمد. يعني نبدأ من أين لا نعرف، ولكن نبدأ من خطورة هذا الوضع اليوم الذي تنال حصته عدن وربما نالته خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية. بداية نريد أن نتحدث أنا عن تعيينكم وقرار رئيس الجمهورية لتعيينكم رئيس لجنة الطوارئ ومكافحة الكوارث في عدن. بداية نريد أن نتحدث كيف سيتم إنشاء هذه اللجنة أو كيف تم إنشاؤها. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأنتهزها فرصة لأن أهنئكم وأهنئ المشاهدين الكرام بعيد الفطر المبارك. حقيقة الأمر هو قرار جاء من دولة رئيس الوزراء بتكليفي برئاسة لجنة الطوارئ ومجابهة الكوارث في إطار العاصمة المؤقتة عدن، في ظل هذه الجائحة التي يشهدها العالم وتشهدها عدن في هذه الأيام. الوضع استثنائي كما تفضلتي، الوضع ليس طبيعي، ونحن في إطار هذه اللجنة سنعمل كل الجهود لمحاولة احتواء هذا المرض والسيطرة عليه. سنبدأ من حيث يجب أن نبدأ، من حيث أنتهى الآخرين، يعني لا يجب أن نبدأ من حيث بدأ الآخرين. سنبدأ بتشكيل اللجنة، نحن نستعين أيضا بخبراء في الجانب الطبي في الجانب الوبائي، هم لجنة استشارية تدلنا على من أين نبدأ وأين نركز. وحقيقة الأمر نحن يهمنا أولا وأخيرا صحة الناس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالذات في ظل انهيار أيضا الوضع الصحي والخدمات الصحية في إطار العاصمة المؤقتة. أستاذ محمد، يعني تابعتم الوضع في عدن خلال الشهر الماضي أو الأسابيع الماضية، تابعتم خطورة ما حدث، يعني نشاهد الناس يعني تحمل أكفانها على يدها وعلى أكتافها، هناك وجدنا عشوائية في العمل، لم يكن هناك ترتيب من قبل الجهات المختصة، من قبل الحكومة، من قبل القائمين على ما يحدث. نعم نعم، هذه العشوائية لماذا تركت عدن وحدها تكابد هذا الأمر رغم خطورة الوضع؟ أتفق معك، وللأسف الشديد عدن دائما تترك، ولكن إن شاء الله وكما عودتنا عدن بأنها قد تمرض لكن عدن لا تموت، عدن تخرج منتصرة في كل الأوقات. الآن هناك توجيه بالبدء بانتشال هذا الوضع، سنعمل مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية أيضا لتلافي هذا الوضع الصعب. نحن بدأنا بالفعل برسم خطوطا عريضة واتجاهات محددة لأين نبدأ ومن نستهدف في البداية. ولا تنسي أيضا أنه الأمر لا يتعلق فقط بكورونا، ولكن الأمر يتعلق بأمراض وأوبئة انتشرت نتيجة الأمطار والسيول التي حدثت في 21 إبريل
والتي ظهرت من بعدها أمراض كثيرة، منها الملاريا ومنها ما يسمى المكرفس وغيره، يعني حمى الضنك أيضا عادت للظهور بشكل قوي. فالأمر يتطلب جهود. هذه الأمراض ظهرت بالذات وكانت بؤرتها الرئيسية في أماكن الأضرار التي تضرر، الأماكن التي تضررت منها يعني نتيجة الأمطار والسيول ككريتر المعلة وغيرها وغيرها وغيرها. فنحن أمام يعني خطة كاملة لأن نبدأ في لملمة الأمور وحلحلة يعني هذه المشاكل المتعلقة بالأمطار والسيول المتعلقة بالأوبئة حتى نستطيع أن نواجه كورونا. نعم، ذكرت أهم الأسباب التي ربما قد تكون هي نتيجة ما يحدث أو ما حدث في عدن وانتشار بعض الحميات والأمراض التي يعني عدن واجهت كثير من الأمراض بعد الحرب ولكن حاولت أن تتصدى لها. على ذكرك بعض الحميات والأمراض غير فيروس كورونا الذي ربما نحن لآخر لحظة العالم يموت ويتجرع هذا الألم ونحن لم تعلن عدد وفيات في عدن، بعد هطول الأمطار كما قلت أستاذ محمد انتشرت الأوبئة وانتشرت الأمراض، ماذا السبب؟ أنا السبب أنا أقول لك أن السبب أطراف عديدة. هناك سوء إدارة حقيقية وهناك أيضا ابتعاد عن تحمل المسؤولية، ليس فقط في الجهات الرسمية، الجهات الرسمية في إطار السلطة المحلية أو في إطار المؤسسات الأخرى تتحمل هذه المسؤولية، ولكن أيضا المواطن نفسه يعني لا يساعد يعني على إيجاد الحلول. و يعني لنترك هذا الأمر، نحن لا نريد الآن أن نحمل أي جهة المسؤولية ولكن نحن نريد الآن أن يتحمل كل طرف مسؤوليته لأجل أن نحاول لملمة الأمور. ولكن السبب حقيقة الأمر نتحمله جميعا، يجب أن نكون يعني أقوياء ويجب أن نعترف ويجب أن نكون صادقين بأننا جميعا في داخل هذه المدينة نتحمل المسؤولية لما حدث لعدن. ولكن كما قلت لك عدن أكبر منا جميعا وعدن ستخرج من هذه المحنة بفضل الله أولا. هذا ما لمسناه من قوة تحمل هذا المواطن. أيوه بالضبط، وهذا المواطن ليس كلامي أستاذ محمد. المواطن لا يستطيع أن يحل مشكلة صرف صحي، المواطن لا يستطيع أن يعيد تيار كهربائي، المواطن لا يستطيع أن يشيل أكوام القمامات التي كانت منتشرة في شوارع هذه المدينة، يعني تجد كوام وقمامة لمدة أسبوع على قارعة طريق عام، قارعة طريق سيارات. المواطن يتحمل ربما جزء من الإهمال ولكن ليست المشكلة الأكبر. مؤسسة الدولة يجب أن تعمل الآن، الكل سيكون مشارك معنا، الكل سيتحمل المسؤولية، الكل سيكون تحت المجهر، سيكون معنا أكان في صندوق النظافة، أكان في المياه والصرف الصحي، أكان في الكهرباء، أكان في الصحة، أكان في الأوقاف، أكان في يعني الأمن، في التخطيط، في الأشغال، سيكون معنا ضمن اللجنة وسيتحمل مسؤوليتهم المباشرة. كيف ستنظم الآلية ما بينكم، ما بين اللجنة وما بين هذه الصناديق أو هذه الجهات، كيف سيتم التنظيم؟ احنا في اطار السلطه المحليه في عدن وبالذات يعني مثلا صندوق النظافه ومثلا مؤسسه المياه والصرف الصحي احنا مسؤولين مباشرين عنهم. رئيس مجلس الاداره هو محافظ المحافظه، فاحنا مسؤولين مباشرين عنهم وسيتم يعني العمل في اطار هذه اللجنه كلجنه يعني ستعمل على حلحله كل الامور في عدن، ليس فقط مجابهة كورونا، كل الأمور في عدن. الحلقة يعني متسلسلة، لا نستطيع أن نجابه كورونا أو الحميات المنتشرة دون النظافة، لا نستطيع أن نجابه كورونا والحميات المنتشرة دون صرف يعني طفح المجاري اللي موجود، لا نستطيع أيضا أن نجابه كورونا ونعمل أي إجراءات
منها يعني حضرة تقوال أو 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 دون خدمات الكهرباء في داخل البيوت. أنا لا أتحدث أننا نستطيع أن نوفر الكهرباء ل 24 ساعة، ولا أتحدث أنه نستطيع بلمح البصر، أنا أقصد أننا نستطيع أن نوفر خدمات المياه وهذا يعني ل 24 ساعة بلمح البصر. أولا هذا حق المواطن، ولكن أنا أتحدث بأننا نستطيع أن نوفر ذلك بالحد الأدنى الممكن. أما أن تترك هذه الأمور سائبة بهذه الطريقة فأعتقد أنه شيء معيب علينا، وخصوصا أن اليوم عدن هي العاصمة المؤقتة. يعني أعتقد أنه أستشعر مجلس الوزراء يعني هذه بناء على توجيه فخامة الرئيس خطورة الوضع، وبدأ فعلا هناك يعني تحرك. أنا يعني كاد يكون هناك متابعة شبه يومية منهم، وأعتقد أننا يعني لو تكاتفنا، والمطلوب أن نتكاتف جميعا لنرمي ما فات خلفنا. أنا لا أقول أنه لا يحاسب أحد، يحاسب أي مقصر، ولكن ليس هذا الوقت الآن، وقت التكاتف، وقت أن نعمل، ووقت أن نلم الجراح. الناس تموت، ولكن لا يحتمل أي تأخير. ولكن أنا أقول لك أيضا شيء آخر، أحب أن أوضحه، بأن الوفيات كلها ليست في الكورونا. صحيح. يعني أيوة، ويعني الأسباب كثيرة، منها ضعف الخدمات الصحية، ومنها عدم قدرة المستشفيات على تحمل هذا الضغط. يعني لأول مرة يحدث هذا، ولكن أيضا لا ننسى. طيب هذا الضعف أستاذ محمد، أو هذا التقصير إن صح القول، هل هو قد يكون نتيجة صراع سياسي، أم قد يكون نتيجة ضعف إمكانيات، أم قد نريد أن نعرف؟ كل هذه العوامل أثرت. الصراع السياسي أثر، ضعف الإمكانيات موجودة، إحنا في حالة حرب ودولة فقيرة ومنهارة، ولكن هذا لا يعني بأن نترك المواطن البسيط بهذه الطريقة. لا، هذا لا يعني يعني بأن نتركه يتحمل يعني أو يواجه الموت وهو لا حول ولا قوة، وهذا حق من حقوقه. يعني إحنا نطالب المواطن بأن يؤدي ما عليه من واجبات، يجب أن يؤدي المواطن عليه من واجبات، وهو مقصر في تأدية الواجبات، ولكن أين حقوقه؟ نعطيه حقوقه ثم نأخذ من يعني الواجبات اللي يجب أن يؤدي. وأعتقد أنه يعني الحق يجب أن يقال الآن ويعطى، وعلى الأقل يقال الآن في كل الأحوال. كما قلت لك، علينا أن نضع مصلحة الناس ومصلحة المواطن ومصلحة عدن ومصلحة الوطن قبل كل شيء. أنتم كنتم حاضرين أستاذ محمد، وأنتم تعايشون هذه المعاناة مع المواطن عندما كانت تزف كثير من الجثث إلى المقابر. بل بزف يعني، وأنا شخصيا يعني ذهبوا علي أعزاء يعني وأصدقاء وجيران يعني، وتأثرت تأكيد هذا الكلام. بل وعانيت شخصيا من مرض يعني، ومريت في هذه الأمراض اللي يعانوها. فالأمر صعب، ولكنه ليس مستحيل، ليس مستحيل، لنتكاتف جميعا، نتكاتف جميعا، وسنخرج من هذه المحنة بفضل الله أولا، ثم بتكاتفنا ومحبتنا لبعض. كفى 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 كثر الحديث، وكثر يعني زرع الفتن، وكثر اصطياد الأخطاء، وكثر وأنا جالس أتفرج. تعال إلى المعمعة، تعال إلى الميدان، تعال شارك الآن، يعني مطلوب حتى الكلمة الطيبة الآن، ونقل التفاؤل للناس. الترتيب هذا 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 شيء رئيسي ومهم، لأنه تبعترت الجهود في الفترة الماضية، يعني أموال تصرف في أماكن ليس صحيحة. جهود أنا أيضا أجدها فرصة الآن لأن أحيي ويعني وأشيد بدور رجال الأعمال ودور المنظمات المجتمع المدني وفاعلية الخير، الذي هي التي اشتغلت في الفترة الأخيرة، وهي التي حافظت على ما يمكن أن نحافظ عليه في إطار عدن. ولكن برضو نحن بحاجة لترتيب هذا الأمر، وبحاجة لأن نرتب جهودنا بحيث أن تظهر هذه الأعمال ويلمسها الناس، وتأتي بأثرها الإيجابي الصحيح في حماية أرواح الناس أولا وأخيرا. نعم، هذا في إطار التنسيق ربما داخلي مع صرف صحي، كهرباء، مياه. إذا تحدثنا عن
تنسيق وتواصل خارجي، يعني كيف ستسعى اللجنة لهذا التواصل بينها وما بين مثلا تحالف بينها وما بين منظمة الصحة العالمية؟ كيف ستكون العلاقة بين الهيئة أو اللجنة وهذه الجهات؟ أولا أؤكد لك بأن هناك تنسيق وتواصل مباشر مع قيادة التحالف في عدن ومع قائد التحالف بشكل رئيسي الذي أيضا يتابعنا ويتواصل معنا، العميد الطيار ركن مجاهد بن بندر العتيبي، على تواصل دائم معي شخصيا، وأبدأ يعني استعداده الكامل لمساعدتنا، بل ونقدم لهم وله شخصيا وللمملكة العربية السعودية جزيل الشكر والتقدير على المنحة في وقود الكهرباء التي وقعوا عليها يوم أمس. يعني كانت مبادرة إنسانية رائعة، وهذا يعني عشمنا فيهم ومواقفهم الثابتة. بالنسبة للمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الداعمة سيكون هناك تواصل، لكن لا تنسي أيضا أختي العزيزة بأننا جزء من منظومة متكاملة. احنا في عدن نعمل، هناك لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور الخنبشي، هم المسؤولين عن هذا الأمر على التواصل، ولكن هذا لا يعفينا، نحن سيكون لدينا قنوات تواصل أيضا مع هذه المنظمات لتقديم الدعم اللازم لعدن. الهم كبير، الوضع استثنائي، الأمر لا يتطلب يعني مجرد حديث أو انتقاد أو اصطياد للأخطاء. الآن وقت العمل ووقت الجد، وأنا أقول لك أنه بإمكانياتنا البسيطة المتواضعة، نحن لا نمتلك الإمكانيات الكبيرة، ولكن سنعمل وفق الإمكانيات البسيطة المتواضعة. دولة رئيس الوزراء أيضا وعد بأن يعني يساعدنا كثيرا، وعد بدعم وقال بالحرف الواحد أريد عمل وستجد دعم. نعم، هل خلال الفترة الماضية تم دعم مسبق من منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة وهذه الحميات، أم سيتم التنسيق؟ هناك دعم، لكن أنت تعرفي أن اللجنة شكلت مؤخرا، يعني لم يكن الدعم موجه قبل. كان هناك تواصل ودعم مع اللجنة العليا بكل تأكيد، هناك ناطق رسمي يوضح كل هذه الأمور، ونحن نحثهم عن أن يتحملوا المسؤولية كاملة. منظمة الصحة العالمية، كل المنظمات الدولية، كل دول العالم يتحملوا المسؤولية الكاملة تجاه ما نعانيه في عدن. عليهم أن لا يتركونا لوحدنا أو أن يعلنوا، ونحن سنتحمل المسؤولية، نحن لن نتهرب من هذه المسؤولية. دعمه خلال الفترة الماضية يعني هل وفى بالغرض؟ لا، لم يفي بالغرض، وكان بداية، ولكن لا تنسي بأنه يعني مقارنة بالوضع العالمي نحن ما زلنا في البداية بالنسبة لجائحة كورونا. نحن اليوم لا نواجه كورونا فقط، اليوم نحن نواجه خطر وضعف الإمكانيات الصحية، ضعف الإمكانيات الخدمية، ضعف يعني احنا مشكلتنا، احنا لو كان الخدمات الصحية ومجمل الخدمات في عدن تعمل بشكلها الطبيعي أو بالحد الأدنى الممكن الطبيعي لكنا تجاوزنا كثير من الأمور التي نواجهها الآن، ولكن للأسف الشديد تركت الأمور في الفترة الأخيرة إلى أن انهارت كثير من المؤسسات الخدمية، وكثير من الخدمات أصبحت، ولكن هذا لا يعفي بأن أيضا نحيي الجهد المبذول في ظل عدم وجود الإمكانيات يعني جنود مجهولة يعملوا في الميدان. في إطار هذا الجهد أستاذ محمد، هل هناك إحصائية تم حصرها خلال الفترة الماضية بعدد الوفيات، بعدد المرضى؟ هل سيتم إنشاء موقع للجنة لحصر كل هذه الأضرار، لحصر عدد الوفيات؟ نحن الآن أمام بصدد يعني تقسيم عدن إلى مربعات حتى نستطيع أن يعني نسيطر على بؤرة المرض ونستطيع أن نحاصرها، لأنه أثبتت التجربة أننا إلى الآن لم نتمكن من مثلا من عمل حظر لأسباب كثيرة يعني سنأتي لها، لكن الآن نحن يجب أن نقسم عدن إلى مربعات ويعني نسخر جهودنا الكبيرة في المربعات الأكثر
يعني تضرر والأكثر انتشار للأوبئة. ليس معنى هذا أن نترك المربعات الأخرى، ولكن نسخر الجهود في هذه المناطق ونحاول أن نحتوي هذه المناطق التي يخرج منها المرض. نأتي للنقطة التي وضعتها، لماذا لم يتم فرض حظر تجوال في مدينة عدن رغم خطورة الوضع؟ يعني أنتم تعلمون أن حظر تجوال ربما يساعد في التخفيف من هذه المعاناة، وخصوصا أننا نحن نعاني من أكثر من مرض. قد كلامي يزعل البعض، يعني من الذي يعني التزم أصلا حتى من المواطن نفسه؟ من الذي التزم؟ يعني في اعلن قبل فتره حظر تجوال 72 ساعه، ما حدش التزم. يعني من الذي التزم؟ كيف سيتم فرض؟ لا شوفي، هنا انا بقول لك هناك اسباب كثيره، واسباب منطقيه واسباب غير منطقيه. اسباب انا اتحدث عن الاسباب الغير منطقيه، انه يعني تخيلي الى الان اجد بعض الناس ينفوا وجود مرض الكورونا يعني في عدن. كورونا موجود يعني، ولكن أيضا هناك أسباب أخرى منطقية تكمن في أنه كثير من الناس الآن أصبحت تعيش على قوتها اليومي. وهذه مشكلة كبيرة، يعني يجب علينا أن نلامس كل الأمور ونكون واقعيين أيضا. إن استطعنا الآن أن على الأقل نوفر لقمة العيش لبعض الأسر يعني، ونقول لهم اجلسوا في البيت، ونستخدم القوة حتى في منعهم من الخروج. نحن لا نستخدم القوة ضدهم، نحن نستخدم القوة لنحميهم. القوة ما معنى في يعني في حمايتهم وليس ضدهم. يعني أنت تقصد مساعدات غذائية؟ يجب أن أنا أقصد معونات مادية. أنا أستاذ محمد، نحن لم نستطع توفير ميزانية. لا لا لا، أنا أتحدث عن أنه يجب أن تدرس الأمور من كل نواحيها. فلهذا أنا قلت أن نقسم عدن إلى مربعات، ممكن أن نفرض الحظر على مربع معين أو مربعين حيث تنتشر الأوبئة بشكل أكبر. جميل. إلى أن نصل لمستوى من الوعي الذي يجعل المواطن يستشعر المسؤولية وخطورة الموضوع ويساعدنا. يعني شفنا في العيد، شفنا هذه التجمعات الغير مقبولة، يعني شيء خطير هذه التجمعات. أستاذ محمد، أسواق القات، يعني نحن نلوم المواطن فقط في الأسواق وفي هذا. أنا بقي لك الآن، يعني الآن يعني الكثير مثلا يتحدث عن يجب إغلاق دور العبادة المساجد والكذا على أساس أنه فيها تجمع، وأنا مع هذا الكلام، ولكن أغلق المسجد وما أغلقش سوق القات. يعني مشكلة 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 كبيرة، يعني مشكلة كبيرة نحن نعانيها حقيقة. أنا أتكلم بشفافية ووضوح، المواطن عليه أن يساعدنا، المواطن عليه. يعني اليوم شوفي حتى الحديث الآن اللي يتحدث معك، بتلاقي الآن التواصل بعض الناس يعني يستغل بعض النقاط ويحرفه ويحوره وقال وجيب وأعمل. إحنا في وضع استثنائي اليوم، يدي ممدودة للجميع. عدن تحتاج اليوم لتكاتف الجميع، عدن تحتاج لأبسط جهد ممكن أن يقدمه أي شخص كان، يعني حتى إن لم يكن مسؤول. الجهد هذا مثلا الامتناع عن الخروج، هذا جهد غير عادي يعني. والحل هي منظومة متكاملة، الحل سيأتي منا احنا كمواطنين وكناس عايشين في هذه المدينة، ويهمنا مصلحة الجميع. كيف تقيمون دور مكتب الصحة في عدن، وهل هناك مثلا سيتم في إطار عمل لجنة طوارئ سيكون هناك نزول ميداني إلى المشفيات أو إلى المراكز الصحية؟ أهمية دور مكتب الصحة في عدن. مكتب الصحة في عدن سيكون دوره محوري، وأعتقد بأنه من الواجب دعمه في هذه الأوقات، وهو من سيتولى عملية الإشراف الميداني بتعاوننا أيضا في اللجنة على أداء وعمل المستوصفات، المستشفيات، المراكز الصحية كاملة في إطار عدن والاحتياجات التي نحتاجها. مكتب الصحة له الدور الرئيسي في الرفع
وفي المتابعة وفي بث التقارير اليومية. وأيضا هناك الآن لجنة خبراء أو ما تسمى باللجنة الفنية ولجنة استشارية من عدد من الأطباء والدكاترة المتخصصين في هذه المجالات، هم يعملوا بجهد كبير جدا معنا الآن، وحقيقة الأمر أنا أحييهم أيضا. فمكتب الصحة هو العمود الفقري لكل أعمالنا بالذات في الجانب مكافحة كورونا والأوبئة. نعم، تفتقر المشفيات والمراكز الصحية لكثير من الإمكانيات والتجهيزات لمواجهة هذه الأوبئة ومواجهة فيروس كورونا. ما الدور الذي ستقوم به اللجنة لتوفير هذه الاحتياجات اللازمة؟ رغم أننا في الجهة الأخرى رأينا هناك يعني دور لهذه المراكز الصحية وخصوصا المجمعات الصحية، يعني هذا يعني جعلنا نفتخر بهذا الدور الذي قدمته هذه المجمعات. سنقوم بتوفير المستلزمات وفق الإمكانيات المتاحة، ولكن لا ننسى بأن هناك أيضا أيادي خير قد دعمت بالفعل كثير من الأعمال الصحية والمرافق الصحية وتعمل اليوم. هناك كثير من الصعوبات أيضا، 22 مايو المستشفى، هناك مشكلة وهنا مشكلة وهنا مشكلة، سنحل هذه الأمور، سنتكاتف جميعا. الوقت يجب أن يكون لصالحنا، لا يجب أن نترك عاد الأمور سائبة ثم نتباكى عن عد، لا، وإن تباكينا على الأقل كواجب إنساني وأخلاقي وكمسؤولية نتحملها يجب أن نكون أدينا دورنا بالشكل الكامل. ولكن ثقي بأن الأمور ما زلنا إلى اليوم قادرين أن نسيطر على الوضع رغم صعوبة الوضع. ما زلنا متى ما توفرت الإمكانيات، تكاتفت الجهود، الكل أدرك مسؤوليته، الكل أدرك خطورة الموضوع، هنا نستطيع أن نقول بأننا قطعنا شوط كبير لمجابهة كورونا وبقية الأوبئة. سنركز كثيرا الآن على محاولة سرعة محاصرة الأوبئة الأخرى حتى نستطيع أن نتفرغ كاملا. أعترف أستاذ محمد أنه الكل اليوم مسؤول عما حصل، والكل يتحمل ما حصل خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد مخلفات السيول التي حدثت في عدن وهي السبب الرئيسي الذي انتشر. ألا توافقني الرأي أن المسؤولية أمانة وأتمان، ويجب أن يحقق كل مسؤول اليوم دوره وبصمته، وخصوصا في هذا المسؤول اليوم، يعني من هو المسؤول الحقيقي؟ هو من سيثبت اليوم في هذه المرحلة أنه هو المسؤول الحقيقي. نعم، أوافقك الرأي، ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا أما أن نتحملها أو أن نترك، يجب أن نتحملها بشكل كامل، يجب أن نكون صادقين في أداء مهامنا. كفى إلى هنا، كفى، لأنه الوقت، حياة الناس أصبحت هي اللي معرضة، معيب يعني أن أي مسؤول عاد يعني في إطار عدن يعني يتخلى عن مسؤوليته أو أن يترك المهام، معيب، الناس تموت الآن. أنا ما عاد يعني يجب أن، حتى من جانب إنساني طبعاً، هذا جانب إنساني وأخلاقي أولاً قبل المسؤولية، يعني وديني قبل المسؤولية، يعني كيف علي أن يعني في يدي شيء أستطيع أن أقدمه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وما أقدموش، هذا معيب. يعني إن عملت شيء، أنا لا أقول نحن نستطيع أن ننقذ كل شيء، ولكن إن عملت شيء وقدمت شيء وبذلت مجهود وعملت عملي واستطعت حتى أن أنقذ روح واحدة، فهذا أفضل من أن أجلس أتفرج على اجتماعاتكم المقبلة التي ستنظمونها وستقومونها في لجنة الطوارئ ومكافحة الكوارث، وأكيد ستجتمعون بكثير من الجهات. ماذا ستضعون على كل جهة فرضا على سبيل المثال؟ أن تؤدي واجبها. سنضع خطة عمل واضحة، خارطة طريق واضحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن للبدء بعملنا، وكل جهة عليها أن تؤدي واجبها. وأنا أيضا أدعو هنا من هنا كل المسؤولين في عدن، في السلطة المحلية، في كل المرافق الخدمية، في القطاعات المختلفة، لأن يكون لهم دور قادم ويلعبوا دور قادم. يدنا ممدودة للكل، الكل عليه أن يؤدي واجبه بشكل كامل. الإمكانيات، وفق الإمكانيات المتاحة سنعمل، ما أريد أحد أنه يعني يجلس يتعذر بالإمكانيات.
أعمل بما بالموجود. نعم، بعد انقضاء إجازة العيد هل ستستمرون على نفس المنوال الذي ربما بدأت به الجهات المختصة، أم ستكون هناك عملية طوارئ مكثفة في هذا؟ طالما أنه اللجنة اسمها لجنة الطوارئ، فهذا يعني أنه حتى الإجازات علينا أن نعمل يعني، ولكن هي اللجنة شكلت مؤخرا يعني. إنما لجنة الطوارئ بما معنى أنه سيكون عملنا مكثف، وسيكون عملنا موجه بشكل دقيق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشكل عاجل. فخامة الأخ الرئيس، دولة رئيس الوزراء يتابعوا بشكل حثيث ويحثون دائما على ضرورة الإسراع وضرورة الاهتمام، وأكدوا بأنه داعمين، ولكن المطلوب أيضا عمل في الميدان، تكاتف الجهود. هذا أمر مفرغ منه، المطلوب عمل في الميدان، المطلوب أن يعني نحقق ولو الجزء البسيط مما يجب أن نحقق. نعم، صراحة الجميع تقاسم الألم في عدن خلال الفترة الماضية. أبرز الاحتياجات التي ستضعونها ضمن اجتماعاتكم في لجنة الطوارئ؟ أولا بالنسبة للجانب الصحي يعني المرافق الصحية، هذا مفرغ منه، هذا أمر مفرغ منه يعني، أنه يجب أن تعمل جميعها يعني، وتتوفر كل الأدوات والمتطلبات لها بحيث أن تعمل، ويعود الكادر الصحي أيضا، أنا أؤكد يعود لأداء مهامه، لأن الكل يعني ليس الكل، البعض منهم اختفى، وأنا أعذرهم في البداية يعني لا توجد إمكانيات لأن يحمي نفسه، ولكن الآن نحن سنوفر لهم كل الإمكانيات الوقائية التي تحمي نفسه. وأؤكد لك أنه الشيء الآخر أيضا، سنعمل على توفير ما يمكن توفيره أو الحد الأدنى من الذي يمكن توفيره بالنسبة للخدمات، المياه، الصرف الصحي، النظافة، يجب أن يكون هناك عمل جاد بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الناشطين، يجب أن يكون هناك عمل جاد في توفير يعني على مستوى من النظافة. وأنا مدرك أنه القطاعات هذه لا توفر لديها الآليات وهذا، ولكن هذا ليس مبرر. الآن سنستأجر وسنوفر وسنأتي لهم وفق الإمكانيات المتاحة. يجب أن تعود عدن نظيفة خالية من الطفح المجاري وغيرها، وتتوفر المياه، كهرباء، هذا أمر مركزي وأمر يعني خارج إطار السلطة المحلية وخارج إطار اللجنة، ولكن سنعمل أيضا فيها، سنحث يعني الجهات المعنية على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع. هل ستترك عدن وحيدة كما تركت قبل أسابيع؟ أنا أقول لك شيء، من ترك عدن هو الخسران وليس عدن هي الخسران. أستاذ محمد نصر شاذلي، ربما وضعنا بعض النقاط ولكن لم توضع النقاط المهمة التي ستنبثق خلال اجتماعاتكم القادمة بإذن الله تعالى في لجنة الطوارئ والكوارث. الكثير يحتاج العون، الكثير يحتاج الدعم والمساندة، والمواطن اليوم يقف وحيدا لا سند ولا عون له. ما أعجبني من مشهد رائع خلال الأيام الماضية رغم قساوة المشهد، أن المواطن أصبح يتحمل المسؤولية كمن هو الحاكم على هذا الوطن، وهذا مشهد، وهذه من الصور الرائعة التي وجدناها. كلمة أخيرة تود أن تقولها في هذا اللقاء. أولا كلمتي هي لهذا المواطن الإنسان الرائع، ابن هذه المدينة وساكن هذه المدينة ومحب هذه المدينة، لهذا المواقف البطولية الشجاعة، لهذا الصبر الذي يتحمله اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة، أقول له سنكون معكم، أقول له أننا مسخرين كل جهدنا لهذه المدينة، فأنت تاج الرأس وأنت الهدف الأسمى الذي سنعمل على أن نكون خير يعني، أو نقدم العون لك، لأنه هذه من صميم أعمالنا، هذه ليست منا، هذا حق من حقوقه
يعني يجب أن يأخذه أي مواطن في هذه المدينة. ضربوا أروع الأمثلة، تكاتفوا حتى في انتشال مياه الأمطار ومخلفات السيول، تضررت بيوتهم، ماتوا أعزاء عليهم وهم صابرين صامدين في هذه المدينة. الحر يقتل الناس أيضا، المرضى كبار السن الأطفال، وهم صامدين صابرين في هذه المدينة. جزاء هذا الصبر أستاذ محمد، يجب أن يعي كل مسؤول أهمية دوره في هذا الوطن. بكل تأكيد، ولا يتقاعس عن دوره مهما كانت، إن لم تتوفر حتى الإمكانية، والتاريخ لا يرحم. أشكرك أستاذ محمد نصر شادلي، وكيل أول محافظة عدن، رئيس لجنة الطوارئ ورئيس لجنة الطوارئ ومكافحة الكوارث في مدينة عدن. أشكرك جزيل الشكر لإتاحة هذا الوقت لنا ولهذا المواطن الذي يشاهدك. شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام أينما كانوا. في الوقت التي خرجت عشرات الجثث والجنائز إلى المقابر في كسرة وحزن وذهول، انتصرت عدن لحبها لهذا الوطن، الوطن الكبير، رغم حزنها. ينقصنا أن نكون أو نستشعر شعور بحجم المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلى اللقاء.